انا ما بحبش اعيد نفسي. لا يعني 100 وش ده في حته تانيه خالص، مش شبه اي حاجه، وفراوله مش شبه اي حاجه، وسجن الناس مش شبه اي حاجه. انا ما بحبش اعيد نفسي. ان انت تقارن عملين، يعني ممكن ده يبقى كوميدي وده كوميدي، ده دراما وده دراما، بس القصه والمضمون مختلف، مخرج مختلف، رؤيه مختلفه، قصه مختلفه، فصعب نقارن الاعمال ببعض. اللي عايزه اقوله لك ان انا ما عملتش شخصيه شبه شخصيه قبل كده، يعني من وقت بنت اسمها زاد لسجن النساء تحت السيطره، لاعلى سعر، سقوط حر، فاتن امل حربي، 100 وش، عمله نادره، اختفاء، هتلاقي كل مره مواضيع مختلفه مش شبه بعض. وانا ضد ان انا اقرر نفسي. يعني احنا للاسف مثلا ساعات بيحصل مثلا تيمه معينه بتنجح، فهتلاقي كل الناس بتكررها، فانا ما بحبش التكرار.